انت تكسب ومكسب كبير، وتحديدا بعد الهدف الاولاني اللي في اول دقيقتين انت كنت لازم تعمل السيرك بقى زي ما بيقولوا، تنصبه وتجيب التاني والتالت وتدي رسائل لكل المنتخبات اللي موجوده في البطوله، مصر جايه بقوه. ده على ايه؟ الورق. وعلى ارض الواقع الهدف اللي جه بدري صحيح. بعد كده فرصه مصطفى محمد، بعد كده مفيش اي معالم لمنتخب مصر. بتاع تريزيجيه اللي جت في العرض برضه كده، معلش لا انا بكلمك لغايه بتاع تريزيجيه. اه ما هو انت المفروض ايه؟ انا دلوقتي خلي بالك يمكن الكلام ده انت مريت بيه وانا مريت بيه وابو الذهب، لما بنلعب فرقه مجهوله، وانا بقول لك ان المدرب بتاعنا ما اتفرجش على الفرقه دي، واخد بالك؟ فانت بتلعب فرقه مجهوله لما بتجيب فيها جون في اول 5 دقايق هم بيقعوا نفسيا. ليه؟ لان عارفين قيمتك وعارفين مكانتك والهدف بدري، وعارفين ان انت كمان معاك محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد، لعيبه ليها طول في الدوري الانجليزي والدوري التركي والدوري الفرنسي والالماني، واخد بالك؟ والالماني، لا الالماني كان لسه قاعد بره، لا انا بكلمك اللي هم في الملعب لما بيشوفوهم وانت تجيب جون طبيعي الفرقه بتقوم جايه معنوياتها واقعه. احنا ما استغلناش الكلام ده، مصطفى راح بواحده تانية ضيعها، وبعد كده لغايه الفرصه بتاعه تريزيجيه اللي هي في نهايه الشوط الاولاني احنا ما رحناش تاني. هم بداوا يستحوذوا وبداوا يلعبوك وانت اديتهم مساحات، وانا ما اعرفش بصراحه يعني انت على اني اساس بتلعب 2 ديفندرات ما بيضغطوش يعني. ده هو اللي كان لب الموضوع كله، السيطره حصلت اللي هو حمدي فتحي ونن بالظبط يعني. علامات استفهام في النقطه دي صراحه يا كابتن، ما هم دولت اللي بينجحوا لك دولت. لما اصل انت بص عندك محمد صلاح وعندك مصطفى محمد وعندك تريزيجيه، دولت مش هيضغطوا، دولت سيبهم يوفروا مجهودهم للحته الهجوميه يجيب لك جول، فما تخليهمش يضغطوا ويضيعوا 3/4 مجهودهم في الضغط. في ناس تانية اللي مفروض اللي هي بتقوم بالدور ده ما قامتش بيه، سواء الاثنين اللي على الاطراف او الاثنين اللي هم ديفندرات في نص الملعب، فدوا السيطره للفرقه. وانا استعجبت في اخر قبل الشوط الاولاني ما ينتهي، المعلق بتاعنا كان علي محمد علي بيقول لك ايه، الاستحواذ بتاعنا 73% وهم 27%، ازاي؟ يبقى احنا بنتفرج على ماتش تاني، ده هم اللي مستحوذين. اه ما راحوش الا بواحده على الشناوي اللي هو محمد حمدي، قلشت وجت في القائم وخرجت، واخد بالك؟ فهي دي اللي راحوا بيها، انما مفيش اي خطوره تاني يعني، مفيش ليهم انفراد مثلا شوطه كروس مثلا، وانت فاهمني؟ فانت اللي اديتهم ان هم ياخدوا الثقه ويلعبوك ويتجرأوا عليك ويبداوا بقى، حتى لو الهجوم بتاعهم عشوائي ومش منظم، بس المهم ان هم ليهم تواجد. فانا استغربت يعني المدرب واقف على الخط بيعمل ايه؟ خلاص مش قادر اغير، اعمل تغييره الشوط الاولاني، ايه المشكله؟ اصحصح لعيبه نص الملعب، ينزل مروان عطيه، ايه المشكله؟ على الاقل بيضغط غير النني وغير حمدي فتحي خالص، فالاثنين كانوا تايهين. ده سبب من اسباب الشكل اللي انت شفته ده، دي حاجه. واكبر حاجه بقى السبب من الاسباب، ونحمد ربنا ان ضربه الجزاء دي جت من عند ربنا وما لناش احنا يدي فيها، ده ربنا اللي حاسس بينا وعالم بينا، واخد بالك؟ في مجاملات كتيره في التشكيل، في ظلم في الاختيارات، وطول ما في الحاجتين دول بص ما تقوليش ايه لا احنا دلوقتي في البطوله، خلي بالك دي هتبقى استمراريه. النهارده اصل انا كنت هتقول لي مجاملات، اقول لك ما كل اللعيبه دي لعيبه نجوم وبتلعب ومتوقع ان تبقى التشكيل كده يعني. لا انا مش متوقع التشكيل كده. زي مين يا كابتن؟ حجازي، ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم اصلا كان بره يعني، كان بره هو برضه، ما دي غلطته، ما دي غلطته. ازاي ياسر ابراهيم يبقى بره وعلي جبر واحمد حجازي واحمد سامي وجوه؟ انت مش انت ده منتخب مصر، ده حق ربنا. حط الثلاثه دول، علي جبر واحمد سامي ومين تاني احنا قلنا مين، واحمد حجازي، وحط ياسر ابراهيم، قارن الثلاث ماتشات ولا الاربع ماتشات بتوع كاس العالم للانديه، مين نجم دفاع النادي الاهلي؟ انا عندي معلومه كمان كابتن، خلي بالك وانت بتتكلم كده، ان احمد سامي كان احتماليه كبيره ان هو كان يلعب جنب محمد عبد المنعم، دول اصابته كان بره القايمه النهارده. طب انت عندك ايه؟ يبقى دي مجامله ولا مش مجامله؟
ده ظلم ولا مش ظلم؟ هو الراجل شكر فيه يبقى شاف يا عم. شكر ايه؟ ما هو شكر هو شايف حجازي برضه ان هو رجع يعني في وقت. هو احنا هنقضيها بقى شؤون اجتماعيه؟ بص حجازي يا كابتن منتخب حجازي على عيني وعلى راسي ما يبداش. عايز تبرره في حجازي النهارده كابتن ايه الجون التاني؟ هو لوحده. ايوه هو بس. محمد عبد المنعم جنبه. لا يا حبيبي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. والخواجه مع جونجوره، وضيفنا النهارده الكابتن رضا عبد العال، بيتكلم على مجاملات روي فيتوريا في تشكيل منتخب مصر وليه وجهه نظر. واكيد سمعنا مع حضراتكم مستغرب من عدم وجود ياسر ابراهيم، ومستغرب من اللي لعب ديفندرين روي فيتوريا النهارده، ما كانش موفق تماما في مباراه موزمبيق اللي الفار انقذ منتخب مصر بركله الجزاء في بلس 95. واسمع رايك في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجه.